خالق على الاخر يعني، المهم ان النتيجه. وبالخير في هذه المحاوله، بالخير يفتح الى عبيد، عبيد يسجل الهدف الاول لشباب قسنطينه في الدقيقه 15 في الربع ساعه الاول من الشوط الاول، يسجل عبيد بعد المحاوله التي قام بها بالخير والفتحه، وكانت واضحه. ونشوف الاعاده بالفعل يعني خطا، هو لاحظنا يعني في الدقائق اللي مرت ان الهجمات اكل كانت على جهه بالخير، بهذا ثالث مهاجمه اللي تكون على الجهه اليسرى، وكان الجو اللي كان فراغ على الجهه اليسرى، لهذا الفرصه الثالثه كانت هدف لصالح شباب قسنطينه، وكان فراغ في وسط الدفاع الجهه اليسرى من جانب. نعم هاي مرة أخرى تخرج الكرة، هذا هو الخطر والهدف الثاني لصالح فريق شباب قسنطينة عن طريق عبيد. عبيد يضيف الهدف الثاني، والخطورة كانت من الجانب الأيسر، من الجناح الأيسر لشباب قسنطينة، وعن طريق دائما بالخير هدفين. صورة طبق الأصل يعني، شوف الإعادة وما فيش، نقول ان ما فيش مراقبه. بالفعل خفيف، اذا ما كانش مراقبه هو هدف باصلي للهدف الاول وللفرصه الاولى اللي كانت هنا. اربع او خمس هجمات على الجهه اليسرى سجلوا هدفين وما سجلوش هدفين لصالح شباب قسنطينه، وهذا اللي قلت انا كبير باللي المدرب راه درس مليح فريق شباب ثوره، وخاصه من الناحيه الدفاعيه. شفنا اي لقطه على الجانب، شوف الاعاده او الركنيه، هدف ثالث، وهدف ثالث على فريق شبيبه الثوره في الدقيقه 23، يسجل شباب قسنطينه هدفا ثالثا. شوف الاعاده والفراغ الكبير الموجود، فرق كبير في الدفاع، لان يعني هنا في الدفاع الثوره غير موجود، مدني يعني غير هو موجود. اللي سجل ضد مرماه، ومدني سجل، قلت ضد مرماه ضد القصف، الدفاع غير موجود تماما. شاهدوا هنا ضعف دفاع شباب الثوره اللي راح يخليهم يتلقوا عده اهداف، وهنا لا مراقبه ولا تمركز ولا اي شيء، حتى الحارس ما قدرش حتى يخرج من مرمى. سجل عبيد الهدف في الاول، ثم اضاف المحاوله لفريق شباب قسنطينه، يضيف الرابع العمري، يضيف الهدف الرابع لشباب قسنطينه في الدقيقه، ما هيش حتى نصف ساعه يعني، نصف ساعه الا ثواني، الهدف الرابع لشباب قسنطينه. واش بيه فريق، واش خصو اليوم فريق شبيبه الثوره؟ شوف الاخطاء الفادحه لدفاع الثوره اللي نظن باللي راه ترتكب عده اخطاء، وهي اللي كلفته هذا الربع اهداف، اللي راهو دفاع هش وهش جدا، يعني سهوله كبيره في تسجيل الاهداف، رغم نظن يعني هنا المدرب راهو ما فهم والو في هذا في الدفاع تاع شباب الثوره، لهذا راه قلت في التصريح مع الاول انا تتلقى اهداف كثيره وكنا نتبعوا بهذه الطريقه. اربع اهداف في نصف ساعه الاول، شباب الثوره لم تظهر. بوقاسم تحاول اللاعبين تاعك بان يقدموا مباراه جميله، وكره القدم فيها المعجزات. المحاوله لصالح فريق شبيبه الثوره، والهدف، وهدف لصالح شبيبه الثوره عن طريق اللاعب رقم سبعه سعد، يسجل في الدقيقه السادسه من الشوط الثاني. ها هو رجوع فريق شبيبه الثوره، نشوف الاعاده و شوف هذا يعني فرصة جات يعني، وكان هذا اللاعب سعد بتقنية فردية راوغ المدافع وسدد الكرة في الأرض، وكانت حتى لاعبي دفاع شباب قسنطينة كانوا بعاد في ما كانش متمركزين. هنا يدخل لاعب الجزائري في القيمة النفسية تاع اللاعب، ويحافظ على هذيك الشوط الأول بنفس الطريقة بنفس العزيمة بنفس، وكان نظن باللي عبراني راهو قال لهم باللي المقابلة راهي 0-0.
نعم. لهذا يبقى في 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 المستوى الذهني الكامل. فيش وضعية تسلل هنا والمحاولة هنا فردية فردية بالفعل حتى من هجوم ومعاناة على أرضية الميدان كما قال السيد خليفة بن عوشات على محاولة هدف ثاني، والهدف الثاني لشبيبة الثورة بعد التسديدة القوية ليحيى شريف في الدقيقة 75 من الشوط أو من المباراة. شو كفاية سددها بقوة، تراجع رهيب لدفاع شباب قسنطينة. وكما قلت أنا لك إذا سجل الهدف الثاني معطيات المقابلة راح تتبدل. ست أهداف كاملة شاهدناها، وشوف الأهداف جميلة، يعني نقول هذا هدف قوية جدا، هدف رائع رحماني رغم الارتماء إلا أن يحيى